ازيك يا ندى؟ الحمد لله يا ام حياه. بقول لك ايه، انا رايحه مشوار وحياه هتاخديها وتلعبيها في الجنينه. الله، انا مستعجله قوي على المشوار ده وهترخمني في المشوار. اللي انت عايزاه يا ام حياه. اما قولي لي يا ندى، عملتي ايه في موضوع الخلفه؟ خلفه؟ مفيش، الدكاتره قالوا لي مفيش امل. مفيش امل؟ بس عايزه اقول لك على حاجه، انت حد عامل لك عمل يا ندى؟ عمل ايه بس يا ام حياه؟ بقول لك لفيت على الدكاتره كلها تقولي لي عمل. اسمعي كلامي بس، انتي عارفه انتي لو عندك بنت شبه حياه محدش هيعرف يكلمك، بس وانتي اصلا لوحدك اساسا كده متنكه ومعوجه. تخيلي بقى لو انتي معاكي بنت شبه حياه كده، امال هتعملي فينا ايه؟ بصي، اهم حاجه بس لعبي حياه في الجنينه، خلي بالك عليها وعينك عليها، اوعي تسيبيها. خلاص حياه، اسمعي كلام ندى يا حياه، ماشي؟ مش هتاخر عليك يا حبيبتي. ماشي، يلا سلام. تعالي يا حياه تلعبي في الجنينه. اه قدامي، يلا. تلعب معاكم ماشي. قلت قول لي خلفه ووجع قلب، اصل اللي يشوفكم مبقاش عايز يخلف. ماشي، يلا يا حياه. افتحي يا ورده، اقفلي يا ورده، افتحي يا ورده، اقفلي يا ورده، ورده من هنا شوكولاته، ورده من هنا شوكولاته، ورده من هنا شوكولاته. جايباني اقعد مع بنتها في وسط العيال دي كلها؟ ما هي بتعايرني علشان انا ما بخلفش، عايزه تضايقني في حياتي. قال وتقول لي انت معمول لك عمل. عمل ايه يا جهله يا متخلفه انت؟ عمل ايه؟ بقول لك لفيت للدكاتره كلها تقولي لي عمل. لا، وتقول لي بقى لو ربنا رزقك ببنت شبه حياه كده هتتعوجي على الناس كلها. اتعوج ليه يعني؟ ربنا عاطيلي نعمه ورزق اتعوج بيها؟ ده انا بوابه وكارهه سكان العماره كلهم ومش طايقاهم اصلا. سكان العماره ما عندهمش دم، وعيال مقرفه بصراحه. يلا يا فيروز، بصي يلا يا فيروز. خدي يا فيروز. لا يا فيروز، هسيبها كوكا جدع. استنى، كانت ندى خير؟ ينفع تجيب لنا الكوره؟ طب ما تجيبيها انت. لا يا كانت ندى، هسيبها انت بدل ما اقول لماما. ولا لو ما جبتهاش اقول لبابا. اتفضلي الكرة يا استاذة غازة. تعالي يا مكان اللعب. ايه العيال دي؟ امسكي يا فيروز. ده بابا هسيبها هتعملها في وش احسن. معلش يا عيني بابا. يلا بقى نخلع، يلا نروح نقول لبابا. اتفضلوا الكرة، يا ريت تبطلوا تحدفوها بعيد. طب بلاحق يا كابتن. يلا بقى. اجيب لكم الماده اللي بتترش اللي بتلم الحشرات والبراغيث، هرشها لكم في الجنينه كلها وعلى السلم كله، واخليكم تقعدوا تهرشوا في جسمكم كله طول اليوم. ماشي ماشي، والله العظيم ما انا سايباكم. ماشي، انا تعملوا معايا كده وبتعيروني ان انا ما بخلفش. ماشي يا سكان العماره. ماشي، هحكي لكم حدوته. ماشي ماشي. كان في مره بنوته اسمها الاميره فيروز. فيروز كانت غازة. ايه يا طنط ندى؟ بس الزرع مية ما وردة حلوة للزرع. ماشي يا طنط ندى، خليه يكبر بسرعة. ماشي. كان في مرة بنوتة
قوي كده. انا كده غرقت الجنينه كلها بالماده اللي هتلم لهم البراغيث، وخمس دقايق بالظبط وجسمهم كله هياكلهم كده وهيفضلوا يهرشوا مش هيبطلوا هرش. اتبقى حابه بقى اكبهم على السلم. ماشي يعني ينطوا في العمار. ايه ده في حاجه تهرشني كتير. ايه ده في ايه؟ هيا فوق بتلعب مع اصحابها. خلاص ماشي. قولي لي يا ندى عملتي ايه في موضوع الحمل؟ في ايه يا ام حياه؟ مش انت لسه سالين من خمس دقايق؟ ما في ايه بس يا ندى، بطمن عليكي، ايه المشكله يعني؟ يعني اقصد يعني بدل ما انت شاغله بالك بيا قوي كده تلاقي حمي بنتك حياه. حمي بنتي؟ ايوه. بنتي مالها ان شاء الله؟ معرفش كده كانها عندها جرب عماله تهرش من شعرها لحد صبع رجلها تحت. لا بقول لك ايه، ما تقوليش بنتي عندها جرب، انا بنتي بس ممكن تكون بتهرش من الحر. انت مش شايفه الجو ولا ايه؟ الجو حر مولع. والنبي اهتموا بعيالكوا بس الاول بعد كده. بقول لك اخر مره تقولي كده على بنتي عشان ما هزعل منك يا ندى. بنتي غلبانه ايه؟ ما تزعلي ولا تتفلقي، والله العظيم انت عايزه لي كده ازازه ماده كبها لك في قفاكي. ماشي. حياه حبيبتي ايه اللي مقعدك كده؟ تهرشي كده ليه يا حياه؟ انا استحمى يا ماما. استحمى ايه يا حياه؟ انا هرشت زيك يا حياه. في ايه؟ في ايه يا حياه؟ حياه وفي ايه اللي حصل يا حياه؟ تهرشي كده ليه يا حبيبتي؟ ده انا اللي بهرش اكتر منك يا حياه. تعالي يا حياه اقعدي استحمي. تعالي يا حياه. ايوه. ايه يا روز؟ ايه ده؟ يا فيروز مالك يا روز يا حبيبتي؟ فيروز يا بابا مالك يا بنتي؟ في ايه؟ انا عايز احرش يا بابا. ايه؟ هيروز؟ بنت هيروز؟ بنت هيروز انت بت؟ ايوه بابا. انت مالك بتهوش كده ليه؟ في ايه؟ معرفش. هيروز؟ نزلت الجنينه وطلعت لقيت نفسي بحر. طيب تعالى نخش حمام. طيب تعالى نستحمى. يلا نستحمى. يلا.